ولذا كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من وجوه كثيرة، كما قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى، قال: من حلف بالقرآن فكل آية منه يمين، فكل آية منه يمين. فدل هذا على ماذا؟ على أن القرآن عند ابن مسعود رضي الله عنه أنه صفة من صفات الله عز وجل، فوجب فيها اليمين، والمقصود من اليمين الكفارة. ولذلك معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. ولذلك أنكر الإمام أحمد كما في السنة للخلال، أنكر على من قال هو كلام الله وسكت، وهؤلاء من الواقفية، يقول نقول كلام الله ونسكت ولا نقول غير مخلوق، فيقول هؤلاء شر من الجهمية، لأنهم يدلسون على عوام الناس. فلا بد من أن يقول الإنسان، لأن المقام مقام ماذا؟ مقام دفع شبه، مقام دفع شبه، فيقول كلام الله منزل غير مخلوق من أجل أن تدفع هذه البدعة. ولذلك بعض الناس نسأل السلامة والعافية ولو كان من طلاب العلم قد يدلس، لا يبين ولا يفصل في هذا المقام، فيما لو سئل عن بدعة تجد أنه يأتي بالرد عليها مجملا ولا يفصل، هذا خطأ، يجب أن تفصل. رضي من رضي وسخط من سخط، لأن المقام مقام ماذا؟ مقام تبيين وتوضيح حتى لا يدلس على الناس. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر البيهقي في الأسماء والصفات، لما قال رجل: اللهم يا رب القرآن اغفر لفلان الذي مات، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: مه مه، منه بدأ وإليه يعود، وضبطت منه بدأ ومنه يعود، كما في الأسماء والصفات البيهقي، وذكر ذلك في الشعب، شعب الإيمان، ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى، قال: هذا إسناد معروف في كتب الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن البعض قد ضعف هذا الأثر، لكن هذا الأثر يذكره أهل السنة والجماعة وهو إسناد معروف. فماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ أنا سأواصل لأن المقام يحتاج فيه إلى تبيين، أم أقف؟ طيب، فابن عباس رضي الله عنهما أثره ثابت كما قال أهل العلم ذكروه، فبعضهم يضعف هذا الأثر، وأهل السنة والجماعة يذكرونه في كتبهم. فإذا ابن عباس ماذا قال؟ فوثب إليه، وثب، مع أنه كان في مقام موت وما شابه ذلك، لكنه أراد أن تحفظ العقيدة فوثب إليه. وماذا قال له؟ قال: مه، كلمة تدل على شدة الإنكار، وفي الرواية الأخرى: ثكلتك أمك، وهذا إن دل يدل على أن المسلم لا يتوانى في صد البدع التي تخل بالعقيدة، فما ظنك فيما لو كان أمر يتعلق باسم من أسمائه وبصفة من صفاته. ولذلك هؤلاء هم قدوتنا. وثب يدل على أن الأمر خطير، لكن لو كان الأمر هينا كان بإمكانه أن ينكر دون وثبة. ثم أيضا
أغرض في القول، قال مه زجر ونهي، وقال ثكلتك أمك. وهذا يفيدنا بفائدة أن على طالب العلم وعلى المسلم أن يحفظ عقيدته وأن ينشر العقيدة الصحيحة، ولا يتوانى ولا يلتفت إلى كثرة أهل البدع والأهواء. فالله ناصره. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله عن اللالكائي قال: وأهل السنة من التابعين ومن جاء بعدهم في كل عصر أوردت قول هؤلاء ممن يقول إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، قالهم هؤلاء التابعون من جاء بعدهم، منهم 100 من أئمة أهل الإسلام الذين لهم أتباع ويأخذون بآرائهم وقال نقل عن هؤلاء أن من خالف هذا الكلام فإنهم يستتيبونه أو أنهم يصلبونه أنهم ينفوه، وأن من أنكر ذلك فقد كفر. ومر معنا كلام الإمام أحمد رحمه الله لما أنكر عليهم كما في السنة الخلال، لما قال في شأن من يقول إن القرآن مخلوق، قال إن كان القرآن مخلوقا فأسماء الله وصفاته في القرآن إذن هي مخلوقة، ولا يقول بهذا مسلم ولذلك هذه البدعة ظهرت في 100 الثانية. قال ابن تيمية رحمه الله قال: واستفحل أمرها في أوائل 100 الثالثة لما وقع في شراك هؤلاء من بعض ولاة الأمر الذين وقعوا في شراك هذه البدعة، فعظم الشر بالمسلمين. وأول من أتى بها الجعد بن درهم، وتبعه في ذلك من الجهم بن صفوان. لكن الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون: من ذكرتم من هؤلاء من التابعين وغيرهم لا حجة في آرائهم وفي أقوالهم ما لم يكن لهم سلف من الصحابة رضي الله عنهم، فيقال ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أثر من ابن مسعود. قال ابن تيمية: ورد من وجوه متعددة صحيحة. أثر من ابن عباس الذي ذكرناه. أثر علي قال: ورد من 3 طرق. لما قالت له الخوارج لما حكم الرجلين قالوا: أتحكم مخلوقا؟ الخوارج يردون عليه، قال: إنما حكمت القرآن. فهم من ذلك أن القرآن ليس بمخلوق. فيقول لهؤلاء الأئمة من التابعين وغيرهم لهم سلف ممن من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الدارمي في رده على بشر المريسي الجهمي في كتابه، وكتابه به ردود قوية. وطبعا الدارمي يختلف عن الدارمي صاحب السنن، يختلف حتى لا يختلط الأمر. ولذلك كانت عباراته قوية. بعض الناس يقول: لماذا عبارات الدارمي قوية وشديدة؟ ولذلك كان يقول لبشر المريسي من بين الأوصاف، كان يقول: أنت أيها التائه الحائر الذي لا تفقه ما تقول، ويقول: اعقل إن كنت تعقل، ولا أظن أنك تعقل بما تأتي به من هذه الحجج والخرافات. قد يقول بعض الناس: لماذا هذه الشدة؟ الأصل أن الإنسان يكون ليناً. بعض الناس قد يقول الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم، لكن من استطار شره ولم يرضخ للنصوص الشرعية بل ولعب وتلاعب بأسماء الله وصفاته وأنكرها وجرد الله من الأسماء والصفات، تعالى الله عن قول علوا كبيرا، وصار إماما من أئمة
هذا المعتقد يستحق مثل هذه الأوصاف حتى يرتدع، لأن النصوص أمامه وهو ليس شخصا عاديا وإنما يأتي بنصوص. ولذلك قال من باب كلمة رب القرآن، قال الدارمي رحمه الله قال: أرأيتك أنك سمعت من يقول يا رب القرآن أعطنا كذا أو أعطنا كذا، إذن يقول ويحك، هل تستدل بهذا الكلام على عزة الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون؟ أفتقول إن عزة الله مخلوقة؟ وإنما القول فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي للعزة، كما يقال ذو الكلام، كما قال عز وجل ذو الجلال والإكرام، فصاحب العزة وصاحب القرآن. وهؤلاء الجهمية لأن هناك من ينكر أن القرآن منزل في هذا العصر، موجودون طائفة من الإباضية غير من ينتمي للفرق الأخرى، فنقل مثل ما نقل الرازي وغيره، قال إنما هؤلاء ممن ذكر عن السلف من أنهم لم يقولوا إن القرآن مخلوق تورعا. كيف؟ يقول لأن من معنى المخلوق أي المفتر المكذوب، فهم لم يقولوا القرآن مخلوق خيفة من أن يقعوا في معنى القرآن مفترا مكذوب. يقول هذا خلل، هذا خطأ، لأن علي رضي الله عنه لما قال إنما حكمت القرآن، هل يقصد المفترى المكذوب؟ لا، فيقول أقوال السلف واضحة ظاهرة بالإجماع على أن المقصود من قولهم إنه غير مخلوق الرد على هؤلاء الجهمية، على هؤلاء الجهمية. فأثر علي رضي الله عنه واضح في هذا، وكلام السلف رحمهم الله واضح في ذلك. ولكن بعضهم استدل بحديث كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم يا رب ياسين وطه ويا رب القرآن، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا لا يوجد له أصل في كتب السنة ولا في أي كتاب من كتب المسلمين. قال بل إن المأثور المعروف بالإسناد هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما رد على ذلك الرجل وقال مه، لما قال يا رب القرآن اغفر لهذا الميت قال مه، هو منه، هو من يعني صفة من صفاته عز وجل. فيقول هذا الحديث باطل. وهناك حديث استدلوا به وهو ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي، فيقولون ماذا؟ مخلوقة، مخلوقة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله ليس هذا بثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس معروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يؤثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن معناه عند السلف ما هو؟ معناه عند السلف أن الخلق وقع على هذه الأشياء ولم يقع على آية الكرسي، يعني مع عظم السماء والأرض
مع عظمها، لكن لكونها مخلوقة لا يمكن أن تكون أعظم من آية الكرسي، بل إن آية الكرسي أعظم منها، لأن آية الكرسي من كلامه عز وجل. فمهما عظم المخلوق فآية الكرسي أعظم، فآية الكرسي أعظم. ولذلك ذكر الخلال في السنة قال: وكان ابن عيينة يقول، الأثر لفظه: ما خلق الله من خلق إلا وآية الكرسي أعظم من هذا الخلق. واضح. وتوجيه كلام ابن مسعود هذا إن ثبت عنه، وهو: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا سهن ولا جبل إلا وآية الكرسي أعظم منه. هذه قاعدة اتخذها فيما لو ظهر لك أثر أو دليل يشبه هذا، هذا هو التوجيه. فالمتشابه يرد إلى المحكم فيصبح الكل محكما. وهذه قواعد سبحان الله، كلام السلف رحمهم الله، إذا قرأه الإنسان وتلقاه واستوعبه وفهمه ما يأتي به أصحاب البدع والضلالات يستطيع الإنسان أن ينسفه نسفا، لأن لديه قوة بالدليل الشرعي. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، لماذا قلنا الجهمية؟ لأنهم هم رأس هؤلاء، ولا يعني أن غيرهم يخرجون من ذلك. فالمعتزلة أتت، والأشاعر لهم كلام في القرآن، والماتريدية لها كلام في القرآن. الشاهد من هذا إنما ذكرنا الجهمية فقط لأنهم هم أساس من أتى بهذه البدعة، ثم بعد ذلك نشأت من بدعة الجهمية من هذه الفرق، هذه الفرق. ولذلك هناك ثمان فرق أخطأت في هذا الباب، إلا أهل السنة والجماعة الذين قالوا هو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم، كلام الأشاعرة يعود إلى كلام المعتزلة، والمعتزلة إلى الجهمية. ولعلك ذكرتني بكلام ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، أنه نقل عن السلف أن المعتزلة بهذا اللفظ، لكنه ليس باللفظ الذي يفهمه الناس في هذا العصر، لا، له فهم آخر. ومر معنا كلمة المخنث، الذي ليس رجلا وليس امرأة. قال المعتزلة مخانيث الجهمية، والأشاعرة مخانيث المعتزلة. لما؟ لأن المعتزلة لم يأخذوا بكل ما أخذت به الجهمية، فالجهمية أنكرت الأسماء والصفات، والمعتزلة أنكرت الصفات وأثبتت الأسماء، مع أن الجهمية لهم غلاة الحلولية، هؤلاء عبادهم وزهادهم كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال هؤلاء الحلولية يرون أن الله قد حل في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله عز وجل في العلو. وأما نظراؤهم ومفكروهم الجهمية هم الاتحادية، الذين قالوا إن الله اتحد في كل شيء، فكل ما تراه هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الأشاعرة مخانث المعتزلة باعتبار أنهم
أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا من الصفات إلا سبع مجموعة في قول القائل: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، كذاك السمع والبصر. والكلام عن هؤلاء يطول، لكن حرصنا على أن نرد الشبهة التي ربما تقذف في هذا العصر حول القرآن.